في هذا مراتب الخوف ثلاثة. المرتبة الأولى أن يخاف الإنسان من الذنوب التي فعلها سابقا، يخاف هل غفرها الله عز وجل أو لم يغفرها سبحانه وتعالى، هل تقبل الله عز وجل توبته أو لم يتقبل توبته. ولهذا بعض العلماء ماذا يقول؟ مثل ما قاله أبو سليمان، قال: على أن الناس في خير ما زال هذا الخوف في قلوبهم، وإذا نزع هذا الخوف من قلوبهم تاهوا الطريق وتنكبوا المسير. وقال كذلك ذو النون: ما زال هذا الخوف في القلوب فإنها لا تخرب. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام دقيق جدا. معنى هذا الكلام الإنسان اللي يخاف الله سبحانه وتعالى ما يمكن يفعل معصية حتى وإن كان وحده، لأن بعض الناس يمكن في الظاهر ما يفعل معاصي، لكن مجرد ما يختلي بنفسه يأتي بالطامات العامات من المعاصي والذنوب وتجرد من كل خوف. لهذا ماله الذي يخاف الله سبحانه وتعالى فعلا يخشى هل غفرت ذنوبه أو لم تغفر، بل أنه يضع نقطة، نقطة معينة لا يتجاوزها. يعني ليس عيبا أن يخطئ الإنسان، ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة أخطائه وزلاته، ولذا فتح الله له باب التوبة وسمى سورة كاملة في القرآن الكريم بسورة التوبة. لكن معنى ذلك أنه لا يتمادى في فعل المعصية، يتوب منها ولا يرجع. لأن ماله العلماء يقولوا شيء، يقولوا لو أن شخصا تاب من معاصي وذنوب ثم رجع إليها مرة ثانية، المعاصي والذنوب التي فعلها في السابق ترد إليه مرة أخرى. لماذا ترد إليه مرة أخرى؟ لأن توبته ليست صادقة، لو كان صادقا مع الله لخافه وخشاه. ثم أن المؤمن الحق لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخشى في الله لومة لائم. والحق سبحانه وتعالى يقول: فلا تخشوهم واخشون، أي أنكم لا تخافون الناس بل خافوا الله سبحانه وتعالى. وهنا فيها فائدة، الفائدة: فلا تخشوهم واخشون، أي أنك إذا رأيت منكرا في أي مكان عليك أن تغيره بقدر الإمكان حتى لا ينزع الخوف من قلبك. أحيانا يمكن شاب يدخن أمام الناس فيمر عليه الكبار، يمكن يمر عليه أشخاص يكبرونه بعشرين سنة لكنهم يخافون منه ولا ينصحونه. أحيانا الأب داخل البيت يخاف من ولده، يخاف من بنته، يرتكب أخطاء، مع ذلك ساكت ما يتكلم، خايف منهم. ليش خايف منهم؟ بعض الأحيان مو يقول، يقول بعدهم نهاية الشهر متجملين يعطوني 100 ريال عن يقطعوا هذا البيت، أحسن بوي أحسن أسكت، ما حد ما يعرف ويسره ويضره، وما حد ما عارف الحلال والحرام، وما حد ما يعرف ما له وما عليه. فوقع الناس فيما وقعوا فيه من انحرافات ومعاصي وذنوب لأنهم ما وجدوا من يبين لهم الطريق الصحيح ويهديهم إلى الصراط المستقيم. خير هذه الأمة وفضلية هذه الأمة يتجسد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فلا يستجاب لدعاء الصالحين منكم. وهذا موجود لا ينكر في هذا الوقت. إذن هذا أول مرتبة من مراتب الخوف من الله. المرتبة الثانية هي الخوف من عدم معرفة ما قد يحدث ساعة فساعة. الآن نحن في هذا المكان، هل نعرف ما سيحدث لنا بعد هذه الجلسة؟ هل سنعرف ما سينزله الله سبحانه وتعالى علينا؟ هل نعرف مصيرنا؟ ما نعرف. فالمفروض العبد يكون خائف ما قد سيأتي، ماذا سيأتي ما عارف. لهذا
عليه ماله يستعد لما سيأتي ويتوب إلى الله ويؤوب إلى الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار والأذكار وقراءة القرآن وحضور الصلوات والطاعات، لأنه العاقل هو من استعد للقاء الله سبحانه وتعالى، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والجاهل والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كثير من الشباب، كثير من الفتيات اليوم يقول ما علي، ما زلت صغير، سأتوب لما أصل عمري 40 سنة، سأتوب بعد 10 سنين، الآن ما أريد أن أضيع شبابي، ما أريد أن أضيع ملذاتي. الناس كلهم يعيشون في ملذات وأنا بعد ذا قاس مطوع راكع ساجد، هذه ما لها مصيبة. لو كان الإنسان يعرف نفسه ما سيحدث له لاستعد لذلك الحدث، لو كنا نعلم لاستكثرنا من الخير، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فدائما الإنسان الذي لا يعرف مصيره عليه أن يستعد بحيث يختم له بخاتمة الخير وتكون خاتمته حسنة يتغفر له الناس، لأنه الذين يموتون الآن نشاهدهم إما أن تستريح منه الأرض ويستريح منه البشر، وإما أن يحزن عليه البشر والحجر والمدر وتبكي عليه حيتان البحر وتبكي عليه السماء ويبكي عليه كل ما في هذا الكون. إذا حدد مصيرك لأنك لا تعرف ما سيحدث لك ساعة بعد ساعة. المرتبة الثالثة هي مرتبة الخوف من إبهام العاقبة، وهذا أهم ما يكون. نحن اليوم في بلادنا كثير من المعاصي، كثير من الذنوب، كما قلت لكم: الخمر، الزنا، الرشوة، الربا، انتهاك الأعراض وغيرها. وإلى الآن نحن مالنا مأمنين من سخط الله، من عقوبة الله سبحانه وتعالى. ويمكن بعض الناس بتمادى يقول: أنتم تتكلموا عن المعاصي وتتكلموا على أن هناك عقوبات من قبل الله، الحمد لله عايشين في أمن وأمان ورخاء، رواتب وسيارات وبيوت وغيرها. لا تنسى أن الله تعالى يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الآن هذا استدراج من الله، ينظر هؤلاء البشر عدالة الله في خلقه أنه يعطيهم لا يمن عليهم بشيء، لكن هؤلاء البشر هل سيكونون مع الله؟ هل يلتزمون حدود الله سبحانه وتعالى؟ أم أنهم يبقون على ضلالهم وفسادهم وفجورهم ومعاصيهم؟ والعياذ بالله. وما أكثر أولئك الناس الذين تأتيهم النذر إلا أنهم لم يعيروا ذلك اهتماما، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يخوف الله سبحانه وتعالى. وترى الناس على حسب الدرجات، الله عز وجل يعاقبهم على حسب حبهم للشيء. أضرب مثالا، نحن العمانيين نحب النخلة ونهتم اهتمام كبير بالنخلة، ويكاد ندفع مئات الريالات من أجل النخلة. لاحظوا قد عقوبة الله عز وجل لهذه النخلة بالمتق. إذن هذه عقوبة من الله عز وجل على درجة حبنا لذلك الشيء. من طبيعتنا أننا نحب الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، فخوفنا الله تعالى في أنفسنا بهذه الأمراض اللي نسمع عنها، الأمراض النفسية، ونسمع عن الوسواس القهري، ونسمع أحيانا عن أمراض أبدا ما يتصورها العقل البشري، وتلقى هذا الشخص يذهب إلى المستشفى، المشافي الموجودة داخل البلاد، ويذهب خارج البلاد ويقول: اسمع أنه المعلم فلان والمعلم فلان، ويدفع مئات الريالات. ليش؟ لأن الله ألقى فيه الخوف، وهذه مالها عقوبة. ليش؟ لأنه يكون ما مستقر نفسيا. يوم يكون ما مستقر نفسيا ما يستطيع يشتغل، ما يستطيع يؤدي واجباته ولا يؤدي أعماله. لهذا كثير ما يأتي إلينا الشباب
يجي ويقول لك على أنه أنا عندي خوف أخاف، حتى بعضهم مثلا يخاف يركب الطائرة، ما يقدر أبدا يركب الطائرة. ليش ما تقدر تركب الطائرة؟ قال خاف أنه هذه الطائرة تتعطل في الجو وتطيح الطائرة وكذا. حتى في بعض الأحيان يمكن يسمع أن طائرة سقطت في المكان الفلاني وتلقاه هو خايف، يقول الحمد لله أنا ما بياهم وكذا، ويمكن ذيك الطائرة بعيدة كل البعد. حتى وصل ببعض الشباب، مرة كان واحد من الشباب، هذه قصة واقعية، لأن من لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. فالمهم هذا الشخص يعاني من هذا الخوف، يقول ما أستطيع، من أدخل الغرفة عاد ما أستطيع أبدا أخرج منها من شدة الخوف. فأنا طرحت له سؤال بديهي، سؤال طبيعي يمكن توضحكه من السؤال، لكنه سؤال له مغزى. قلت له زين طيب يا أخي، الآن أنت لو أردت أن تتبول أو أن تقضي حاجتك، هل ستخرج من الغرفة أو لا تخرج من الغرفة؟ قال أبدا مستحيل، ما أقدر من الخوف. قلت له طيب الآن، طيب ما تصوب عمرك، ماذا ستصنع، ماذا ستفعل؟ قال لي بصريح العبارة، قال لي أنا معمل قوطي نيدو، وإذا أردت أن أتبول تبولت في ذلك القوطي من شدة الخوف، خوف. لهذا صاحب المعصية ماله دائما ماله يخاف، ما عليك منه هذا صاحب المعصية، مسوي عمره ما شاء الله ويقول أنا وأنا وأنا والآخرين. ليش هو مسوي نفسه هذه المهارة هذه القوة؟ لأنه إحنا خايفين أكثر منه هو. لكن لو إحنا ما خايفين وإحنا فعلا عندنا استعداد أن نغير المنكر ما وقع المنكر. لكن هؤلاء الفاسدين حينما رأوا المفاسد منتشرة تجرأوا على أهل الصلاح، وربما تكون نبأ أحيانا عقوبة لأهل الصلاح لأنهم لم يغيروا المنكر أصلاً.